مساء الخير عليكم، ويا رب الكل يكون بخير وفي أفضل حال. في تطور جديد لوقعة وفاة ابن الفنان حسن يوسف، عبد الله حسن يوسف، غرقا في الساحل الشمالي. قررت جهات التحقيق انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان عبد الله حسن يوسف. طب ليه التشريح ده؟ بيبقى إجراء الغرض منه الاطمئنان على ملابسات الوفاة. الوفاة طبعا زي ما حضراتكم عارفين، وزي ما قلت لكم في لايف من شوية، ان الوفاة حصلت الساعة 1:30 الفجر النهاردة، او 1:30 الفجر بعد منتصف الليل. تم العثور على جثمان عبد الله حسن يوسف على الشاطئ، ولكن الغريب في الموضوع انه تم العثور عليه بكامل ملابسه على الشاطئ. وطبعا جهات التحقيق دلوقتي ادت تعليماتها بتفريغ الكاميرات اللي موجودة في مكان اللي شهدت فيه الواقعة، اللي هي قرية بدر في الساحل الشمالي، علشان يبقى في تفاصيل كاملة، صورة، وطبعا بالإضافة للاستماع لشهود العيان اللي كانوا موجودين. وبالمناسبة أهالي القرية هم اللي بلغوا الشرطة إن تم العثور على جثمان غريق. طبعا ما كانوش عارفين مين ده في الأول، وجت عربية الإسعاف ونقلته على مستشفى العلمين. وطبعا هو كان متوفي من قبل ما يتنقل المستشفى نتيجة امتلاء الرئتين بكميات كبيرة جدا من المية. طبعا هو قرر ان هو ينزل المية بالليل زي ما قلت لكم بعد منتصف الليل، ولكن الوفاة نفسها حصلت الساعة 1:30 الفجر. كمان النيابة أو جهة التحقيق استدعت عمر حسن يوسف علشان تستمع لأقواله، وزي ما قلت لكم برضو في شهود عيان هيتم الاستماع إلى أقوالهم، أو تم الاستماع إلى أقوالهم بالفعل. يعني بمجرد ما يتم تشريح الجثمان وكتابة التقرير الطبي المفترض اللي هو الطبيب الشرعي أو الطبيب المنتدب من مصلحة الطب الشرعي يكتبه، ولو الوفاة طبيعية وتمام مفيش مشكلة، هيتم طبعا استخراج تصريح الدفن ويعود بيه أهله، يعني يرجعوا بيه أهله للقاهرة علشان يدفنوه. حد كاتب لي هو فين دلوقتي؟ هو في مستشفى العلمين، بما إن الواقعة حصلت في الساحل الشمالي. خليني اقول لكم برضو ان الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية قالت ان الفنان حسن يوسف والفنانة شمس البارودي غادروا المستشفى وهما في حالة نفسية سيئة. الاتنين كانوا منهارين جدا من صدمة الخبر ومن وفاة ابنهم بشكل مفاجئ. هي راحت طبعا بحكم منصبها كعضو مجلس نقابة الممثلين، علشان لو في ايديها ان هي تعمل حاجة تعملها بحكم منصبها وبحكم ان هي صديقة لعائلة الفنان حسن يوسف. ولكن كان حسن يوسف وشمس البارودي مشوا وقتها وهما في حالة انهيار شديد. طبعا ربنا يكون في عونهم، موقف صعب واختبار صعب، ربنا ما يكتبه على حد ابدا. فبالتالي زي ما قلت لكم، بمجرد ما يتم الانتهاء من اجراءات التشريح، وزي ما قلت لكم ده بيبقى الغرض منه الاطمئنان بس على ملابسات الوفاة، هيتم استخراج تصريح الدفن، وأسرة الفنان حسن يوسف هترجع بالجثمان للقاهرة علشان تدفنه في مقابر العائلة. ولكن لحد دلوقتي مفيش ميعاد معلن عن مكان أو توقيت الجنازة، هل هتطلع النهاردة هتطلع بكرة، ده لحد دلوقتي محدش عارفه. دكتور أشرف زكي حتى برضه ما عندوش معلومة، مفيش حد عنده معلومة في الجزئية دي، كله مستني نتيجة مستني إجراءات تشريح الجثمان. طبعا امبارح أو النهاردة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد صدمنا بخبر وفاة ابن حسن يوسف، واتقال في الأول إن هو عمر حسن يوسف، ولكن تبين إن هو أخوه عبد الله اللي نزل المية في الساعات الأولى من صباح اليوم، يعني بعد منتصف الليل يعني. وزي ما قلت لكم، يبدو ان هو ما كانش يعرف ان في تحذير من هيئة الأرصاد
ان هم قالوا لاي حد بيصيف الفتره دي خلوا بالكم الموج عالي جدا في منطقه اسكندريه ومنطقه العلمين ومنطقه الساحل الشمالي، فخلوا بالكم لان ارتفاع الموج على حسب البيان اللي اصدرته هيئه الارصاد من 2 ل 3 متر، ده ارتفاع عالي جدا. فبالتالي كان يعني مفترض يعني شكله عمر عبد الله ما كانش يعرف بالبيان ده ونزل النزولة الأخيرة يعني، ويبدو ما كانش يعرف طبعا إن دي آخر حاجة هيعملها في حياته وإن هو رايح للموت برجليه. ربنا يرحمه وربنا يصبر أهله ويسكنه فسيح جناته. الحقيقة إن موقف صعب واختبار صعب للفنان حسن يوسف وللفنانة شمس البارودي. زي ما قلت لكم ميعاد الجنازة لحد دلوقتي لسه ما تحددش، هيتحدد المفترض خلال الساعات اللي جاية أو خلال الدقايق اللي جاية بمجرد ما يتم الانتهاء من إجراءات تشريح الجثمان اللي بأكد للمرة الثالثة أو الرابعة إن ده إجراء بيبقى الغرض منه الاطمئنان على ملابسات الوفاة، وكمان هيتم تفريغ الكاميرات اللي موجودة في المنطقة علشان تبقى صورة كاملة مكتملة في واقعة الوفاة، وبناء عليه يتم استخراج تصريح الدفن ويتم دفن عثمان عبد الله حسن يوسف اللي توفى وهو عنده 35 سنة، شاب زي الفل. ولكن دي أعمار ودي أقدار وما يغلاش على اللي خلقه، وفي الأول وفي الآخر إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا يرحمه ويصبر أهله ويسكنه فسيح جنته. أشوفكم على خير إن شاء الله.